بالظبط. انا هستاذن حضرتك دكتوره هبه سليمان، منسق المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه في محافظه بورسعيد، معانا على التليفون. اهلا بيكي ومساء الخير عليكي دكتوره هبه. مساء الخير، اهلا بحضرتك يا فندم. كنا عاوزينك تبقي معانا النهارده ان شاء الله فرصه ثانيه باذن الله اكون مع حضرتك. دكتوره هبه اشرحي لنا اكتر، يعني استاذ عطاء كان بيكلمنا عن التوقعات المتسابقين من هذه المبادره او اللي هم بيتوقعوا ان يستكمل بعد فوزهم. انا عايز اسمع كمان من حضرتك عن خلفيه التنسيق في محافظات مختلفه وازاي تم جمع المشروعات وازاي تم تقييمها كمان. حاضر يا فندم، احنا في محافظه بورسعيد تم تشكيل اللجنه التنفيذيه للمبادره في 16 اغسطس ومن وقتها الحقيقه واللجنه التنفيذيه كانت يعني ماشيه في اتجاهين اساسيين. اولا انها تعرف الناس على المبادره على القنوات الاعلاميه المختلفه للمحافظه، صفحات المحافظه، تجمعات الصناعية، تجمعات رواد الأعمال وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت كانت اللجنة التنفيذية بتقدم دعم فني للمتقدمين بحيث أن هم يكتبوا البروبوزلز أو عروض المشروعات بما يتوافق مع يعني المبادرة وشروطها ومعاييرها المختلفة. طبعا زي ما حضرتك عارفه كان تاريخ انتهاء التقدم للمبادره كان 18 سبتمبر. من 16 اغسطس ل 18 سبتمبر كانت قدم في بورسعيد 114 مشروع. ده في بورسعيد بس؟ في بورسعيد بس. ال 114 مشروع دول منهم ما كان متوفي كل متطلبات التقدم للتقييم 55 مشروع. بعد استبعاد المشروعات اللي اقرتها او اقر استبعادها مقيمه وزاره التخطيط ان كان المكون الاخضر فيهم غير واضح او كان المكون التكنولوجي غير واضح او كان مجرد فكره غير قابله للتطبيق، 31 مشروع. ال 31 مشروع دول اتحكموا بلجنه تحكيم، كان طبعا زي باقي المحافظات فيهم افراد من وزاره البيئه ووزاره الاتصالات وفيهم عدد 2 مقيم خبير من وزاره التخطيط بالاضافه الى باقي اعضاء لجنه التحكيم اللي كان شكلها سيد المحافظ اللواء عادل الغضبان. تم تحكيم المشروعات ال 31 وتم تسقيط 6 مشروعات للمنافسه على المستوى القومي. لكن سياده المحافظ كان مهتم جدا بترتيب جميع المشروعات اللي تقدمت، وفعلا احنا رتبنا الكاتيجوريز عندنا من الاول للاخير في شتى الفئات، كبير الحجم ومتوسط وصغير وشركات ناشئه ومبادرات غير هادفه للربح ومشروعات مرأه، لانه سياده المحافظ كان شايف انه هذا الانتاج اللي تم في المبادره مش مجرد ان احنا هنتقدم بيه للمنافسه على المستوى القومي وفقط، لكن هو كان يعني حابب انه يتم الاستفاده من هذه الافكار. طبعا ده نوال تغيير شكل المحافظه اذا تم دراسه كل هذه المشروعات يعني. بالظبط بالظبط، وده اللي تم وده اللي تم فعلا. وسياده المحافظ التقى بجميع من خضع مشروعه للتحكيم، وزي ما بقول لحضرتك احنا رتبناهم من الاول للاخير في كل فئه، وان شاء الله في الفتره القادمه اعتقد ان هيكون في تواصل مع الناس ونبدا اننا نشوف الافكار اللي بتساهم في الخط التنموي للمحافظه بحيث اننا نقدر اننا ان شاء الله نشتغل معاهم باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره هبه سليمان، منسق المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه في محافظه بورسعيد.